مرحبا قاعد كيفكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم كثير اخذكم على مشوار كثير حلو، وهو المشوار انه على حديقه ووراي فكره كثير كمان حلو، وحبيت انه اعملكم جوله فيها. وكثير اليوم انه هنعمل نشاطات حلوه، واول شيء لا تنسوا تعملوا لايك وشير سبسكرايب، ويلا خلينا نبلش. كثير اليوم هيك جو حلو وفي نشاطات كثير حلوه، كثير مبسوطة، ويلا لأنه في قوارب هنيك كثير متحمسة، بدي أروح مشان أصوركم. وهناك في مكان دراج نازلين لتحت، شوف المنظر كثير حلو، من هون كثير المنظر حلو، يلا خلينا نشوف. عن جد المنظر كثير حلو. طبعا هون في حمام وهي آيس بيبسي، وهون في مقهى ببيع بطاطا وقهوة. بس هلا حاليا مسكر، وهنيك في ملعب وهي البحيرة. هلا نحن قاعدين في غابة، وبابا بده يشكل لحمة، قررت انه اساعده ان شاء الله تجيبكم. هلا لانه عندي هدول وعندي هدول، عندي لحمة ويعني هدول. هلا اول شيء شكل لحمة. واو انا كثير متحمسة. تعبت كثير بس بدي اقعد كمان شوي. اوكي وهلا قطعت البلو بيري، شوفي ما احلى. هاي الحديقة، هلا شو هتفريكم؟ هلا عم فريك هو وقت ينزل الثلج بالثلج، وفي كثير حلو ترى طبعا ما في ثلج. شوفوا الورود ما يعني هون العالم واذا الثلج بتطلع لفوق بتنزل. طبعا هلا واقفين هون لانه ما في ثلج. ف وهلا بكون مشوار لليوم خلص، وبتمنى انه تحبوه، ولا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب.
سبسكرايب. باي، بحبكم كثير.